بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل كريم الرز بطريقة فعالة جدا في تفتيح وتبييض البشرة، وكمان هيكون مضاد للشيخوخة ويأخر ظهور التجاعيد وهيحل كل مشاكل بشرتك بإذن الله. مكوناته طبيعية وفعالة جدا وكلها متوفرة في البيت. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. انا هحتاج بقى لمعلقتين كبار من الرز، اي نوع رز يكون متوفر عندك، وهبتدي بقى دلوقتي اغسلهم. حطيت الرز بقى كده بالميه، وبعد كده هحركه بقى كده كويس، وبعدين بقى هصفيه من الميه. بعد بقى ما صفيت الرز من الميه هجيب كوبايتين كبار من الميه، لكل معلقه من الرز بضيف كوبايه كبيره من الميه، وهبتدي اضيف الرز على الميه. بعد ما ضفت بقى الرز على المية هاخد الرز والمية دي وارفعهم على النار، والنار تكون هادية ما تكونش عالية خالص، وهسيبهم بقى لغاية ما الرز ده يستوي خالص ويتهري. الرز كده خلاص ابتدى يغلي على النار، هسيبه لغاية ما يتشرب المية دي خالص على نار طبعا تكون هادية ما تكونش عالية ويستوي خالص، بس هستنى لغاية ما المية دي كلها يتشربها الرز. الرز كده خلاص اتشرب كل كمية المية واستوى كويس جدا، هرفعه بقى دلوقتي من على النار. هسيب بقى دلوقتي الرز يبرد تقريبا 5 دقايق قبل ما احطه في الخلاط. شايفين شكله بيكون مستوي جدا، وتقريبا بسيبه لغاية ما بيتهري. هجيب بقى دلوقتي الخلاط وهبتدي بقى اضيف فيه الرز. بسم الله، وهبتدي بقى دلوقتي اطحنه لغاية ما ينعم خالص. ده بيكون بقى شكل الرز بعد ما طحنته كويس. لازم اطحنه لغايه ما ينعم، شايفين قوامه عامل زي الكريم كده. بعد كده بقى هجيب مصفى ضيقه وهبتدي بقى اصفي فيها الرز اللي انا خلطته ده، علشان انا عايزاه يكون ناعم جدا. هضيفه بقى كده في المصفى، هبتدي بقى اصفيه بالمعلقه باستخدام بقى المعلقه. هفضل اضغط عليه كده، او ممكن اعمل حركه كده بس لغاية ما انزل كل الخليط ده، وتفضل بس الحاجات الخشنة. انا صفيت بقى كده خلاص كل كمية الرز اللي موجود عندي، وطبعا الخطوة دي لازم اعملها والرز يكون دافي، لانه هو فيه نشا، لو سبتيه لغاية ما يبرد هيبقى صعب عليك ان انت تصفيه، فانت لو بتصفيه وهو دافي كده بيبقى سهل جدا. كده خلاص انا صفيته، ده بيكون شكله. وعلى فكرة الرز بحالته كده زي ما انا سلقته كده وصفيته هو بيكون مفيد جدا، يعني انت تقدري تستخدميه في الخطوة دي، بيكون كريم رز هايل جدا ومفيد جدا للبشرة كمان من غير اي اضافات. هبتدي بقى دلوقتي في عمل كريم الرز. طبعا المكون الاساسي والرئيسي في الوصفة هو الرز، والرز من الحاجات الهايلة والفعالة جدا في تفتيح وتبييض البشرة، كمان هو مضاد للشيخوخة وبيساعد ان بشرتك دايما تكون شابة ونضرة، هو غني بالكولاجين اللي بيساعد على شباب البشرة وحيويتها، كمان هو مضاد للشيخوخة وبيأخر ظهور التجاعيد. أول مكون بقى هضيفه على الرز المطحون هو عصير نص ليمونة، والليمون طبعا بيفتح البشرة وكمان هو مفيد جدا للبشرة الدهنية. هضيف بقى عليه دلوقتي عصير نص الليمونة وهخلطه كويس لغاية ما يندمج. هخلط بقى الليمون مع الرز لغاية ما يدوب خالص في الرز، شايفين قوام الرز اصلا عامل زي الكريم كده وده المطلوب. ده بيكون شكله بعد ما خلطت الليمون. المكون بقى التاني اللي انا هضيفه، هضيف معلقة صغيرة كده من نشا الذرة، ونشا الذرة طبعا بيفتح البشرة جدا، هو مفتح طبيعي هايل. وهبتدي برضو اخلطه مع الرز لغاية ما يدوب خالص. هخلطه بقى كويس، انا خلطت كده خلاص النشا مع الرز واندمجت كويس. المكون بقى التالت اللي هضيفه، هضيف كبسولة واحدة بس من فيتامين اي.
انا فتحت كبسولة فيتامين ايه في دبوس كده، بدأت اضيفها بالشكل ده. والكبسولة دي بتكون مفيدة جدا للبشرة، فوق انها كمان بتكون مادة حافظة للكريم. هبتدي بقى ادوبها لغاية ما تندمج برضو مع المكونات دي. بعد ما خلطت بقى كده كل المكونات مع بعض واندمجت، ده بيكون بقى شكل كريم الرز. خلاص كده بيكون جاهز، شايفين قوامه ناعم وكريمي جدا كده، خلاص بيكون جاهز. وعلشان توصلي للقوام الكريمي ده لازم الرز طبعا يستوي كويس جدا، لازم اسويه كويس جدا لغاية ما يتهري ويشرب كل المية بتاعته، علشان يبقى قوامه زي ما احنا شايفين كده، يبقى زي الكريم كده. دلوقتي بقى انا جبت برطمان من الازاز وغسلته كويس جدا ونشفته، ويفضل كمان ان انت تعقميه، تحطيه في ميه مغليه وبعد كده تشيليه وتسيبيه يبرد وبعد كده تنشفيه كويس، ده بيكون افضل. هبتدي بقى دلوقتي اضيف فيه الكريم. وده بيكون بقى الشكل النهائي للكريم، وكريم الرز ده من أروع وأفيد الكريمات المفيدة في تفتيح وترطيب البشرة ومضاد للشيخوخة. وأنا عملت كريم الرز على القناة قبل كده بكذا طريقة علشان تستفيدوا بيه، لأنه هو كريم مفيد جدا. كريم الرز ده بقى بحفظه في العلبة الإزاز دي وبقفل عليه كويس وبحطه في التلاجة، بيفضل صالح للاستخدام من 7 ل 10 أيام، وبعد كده بنجدد الكمية تاني، يعني صلاحيته من 7 ل 10 أيام. طريقة استخدام كريم الرز، انا باخد من كريم الرز ده وبدهنه على الوجه والرقبة وبدلكه بأطراف صوابعي على شكل حركات دائرية، بعمل بيه مساج على الوجه والرقبة وبعد كده بسيبه لمدة نص ساعة، وبعد كده بشطفه بالمية. وبعد ما بشطفه بالمية ممكن ارش الوجه بشوية من ماء الورد، بتكون نتيجته حلوة جدا. الكريم ده تقدري تستخدميه بشكل يومي، هيكون كريمك اليومي المفضل، هيديكي نتائج هايلة وفعالة جدا. ولو حابة النتائج تكون أفضل كمان ممكن تستخدميه مرتين في اليوم، هتكون نتائجه من أروع ما يكون. الكريم ده بتكون كل مكوناته طبيعية وفعالة جدا، وكمان هي آمنة جدا على البشرة، وتقدري تستغني عن الإضافات اللي احنا ضفناها وتستخدمي الرز بس بعد ما سلقناه وصفيته. ده بيكون كريم رز هايل جدا برضو من غير أي إضافات، بس الإضافات دي بتعزز فوائده برضو وبتديله فوائد أكتر. وده بيكون بقى شكل قوام كريم الرز، شايفين قوامه. والكريم ده برضو ممكن نستخدمه مع الايدين، هيفتحها جدا، نتيجته برضو هتكون هايلة. واتمنى طبعا ان تكون طريقة النهاردة في عمل كريم الرز تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.